المواطن المصري يحتاج إلى توعية. يعني إحدى الرسائل التي أتتنا أنه الكوستر مثلا 20 نفر يعني وزيادة أكثر، وأيضا هنالك يعني عدم تطبيق المواطنين للتباعد الاجتماعي والاستهانة بالمرض. جنابكم ما هو تعليقكم على الموضوع هذا؟ نعم هذا موجود طبعا سواء بالكوستر أو غير الكوستر، يعني يفترض بالمطاعم بالمولات التباعد الاجتماعي مطلوب، لبس الكمامة في كل أماكن التجمعات، الابتعاد عن إقامة الحفلات الأعراس، حفلات الأعراس، التعزية، كذلك أي احتفالات إحنا يعني سياسية غيرها ما مقبولة، التجمعات الكبرى أبد ما مقبولة. فنهي بالأخوان المواطنين، هذا مصلحة المواطن، يعني وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية من تصدر تعليمات هو مصلحة المواطن أولا، يعني هي مسؤولة عن الصحة بالبلد ما لها علاقة بشأن آخر. فاللي نرجوه من المواطنين الالتزام بالتعليمات، والأهم من كل هذا أنه جان المنقذ اللي هو اللقاح اللي هو الحل بعد إذن الله سبحانه وتعالى، وبعد أنه ما تلتزم بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والتغسيل والنظافة الشخصية، اللقاح هو الحل ومتوفر كل مؤسساتنا الصحية، يعني كل المنافذ التلقيحية في المؤسسات الصحية لدائرة صحة نينوى وغير الدوائر. توجيهاتنا إلى كافة المواطنين إلى اتباع كافة الإجراءات القانونية والوقائية من خلال لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي حتى لا يعرض نفسه إلى مسألة الغرامات. يعني إحنا بالنسبة لنا إلى مسألة الغرامات راح تكون بالدرجة الأخيرة أو الاختيار الأخير لنا حتى نفرض يعني نمنع انتشار مثل هذا المرض الخطير، ونطلب أيضا من كافة يعني المواطنين إلى الذهاب إلى المراكز التلقيح ضد مرض كورونا لغرض الوقاية من هذا المرض وتخليص المجتمع من هذا المرض، لأن هو التلقيح هو الحل الوحيد للتخلص من المرض، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية في داخل المولات والمطاعم ومنع التجمعات البشرية. طبعا فرض الغرامات هي وسيلة يعني مهمة وأخيرة بالنسبة لوزارة الصحة لإجبار المواطنين إلى اتباع الإجراءات الوقائية وكذلك إجبارهم إلى مراجعة مراكز التلقيح لغرض أخذ اللقاح. والله أستاذ هي الشغلة تجي على الحضارة، يعني الشخص إذا متحضر شوية يلبس الكمامة، يبتعد مسافة عن الشخص المقابله حتى شوية تخف الوضعية، تباعد اجتماعي، ألبس كمامة ما خسران شي، يعني أحمي نفسي قبل لا أحمي المقابلة، أحمي نفسي أنا أسعى من لابسها حامي نفسي. لا تلبس كفوف، ألبس أكل لقاح، أكل لقاح، اللقاح موجود بالمستشفيات متوفر، تروح تعمل ورقة ويعمل طوك اللقاح، يمكن أعتقد اللقاح 3 مرات بين كل أسبوعين تروح تأخذ جرعة، موجود اللقاح متوفر والناس كثير عتروح تلقح. وهسه من الطبعة أي دائرة دولة يقول لك البس كمامة، يطوب يلبس الكمامة، هذا الشيء زين، بس هنا أحسن من الحظر، شيء أكيد أحسن من الحظر، الناس تطلع على شغلها على عملها على وظيفتها تشتري تبيع، يعني تفيد الناس هاي الشغلة، ألبس الكمامة وأطلع ما خسران شيء. يعني على مين لازم ارتداء الكمامة يخفف عليك من نسبة الإصابة؟ فنحن الحمد لله بعض من الناس ملتزمين وبعض من الناس لا بصراحة ما ملتزم، متهاون بالوضع، وهذا الشيء يعني راح يأذينا مع مرور الوقت بالأيام الجاية. أيضا يعني حتى جهات المنية إذا يشوفون المجتمع يطبق القوانين ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي ويلبسون كمامة ممكن ما يلجؤون إلى حظر التجول. طبعا شيء أكيد هذا إلى ناس تلتزم بالكفوف والقفازات والكمامات أكيد، يعني الأمور راح، والأكيد الحكومة مطلعة حاليا على وضع الشارع ويعرفون الالتزامات بعض من المحلات أو المطاعم أو البدنيين نفسهم حاليا. قالوا لك التلقيح موجود، قالوا لك روح لقح، تلقح؟ طبعا أكيد إذا هذا الشيء صالح العالم كله تجاي يتبع هذا الشيء، ونحن لازم نحن أول ناس إن شاء الله نكون متبعين هذا الشيء، والناس نحن نلقح طبعا أكيد حتى نتجنب نسبة الإصابات على الأقل.